أقوى العروض في باندا عرض على الملفوف الأخضر، الكيلو 1.95 هرلة، عروض 1.95 هرلة الملفوف الأخضر المحلي 1.95 هرلة، 1.95 هرلة على الرمان المصري، الرمان المصري 2.95 هرلة، من أقل الأسعار يعني ومن العروض القوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا بكل متابعي قناة صانع السعادة، قناة اقوى العروض من كل مكان. اهلا بكم يا شباب، اليوم يوم جديد وجولة جديدة. الجولة بتاعتنا النهاردة لازلنا في تغطية عروض باندا والعروض القوية جدا في الخضروات والفاكهة، ولكن في البداية اتمنى من كل الناس نبدأ كده مع بعضينا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، والذكر اليومي حسبنا الله ونعم الوكيل، والدعاء لأهلنا في فلسطين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. وتعالوا بقى معانا نشوف الجولة بتاعتنا في العروض الطازجة والخضروات والفاكهة. يلا بقى تعالوا نشوف. مانجا كيت الكيلو ب6.5 ريال، مانجا كيت مصري 6.5 ريال، في مانجا مصري تومي من غير عرض ب10 ريال، في مانجا الفونسو بقى هندي غالية جدا دي الكيلو ب37 ريال، 37 ريال، في كمترا جنوب افريقي ب12 ريال، وكمترا اسباني برضو ب12 ريال، في اناناس فلبيني الحبة ب9.95 ريال، 9.95 ريال، بابايا ميزان محلي الكيلو ب6 ريال، من عروض الفاكهة الكيوي ب6 ريال او 5.95 ريال بدلا من 9 ريال، في الافوكادو 20 ريال، الافوكادو 20 ريال، الكيوي الكاكا، الكاكا الكيلو ب15 ريال، طبعا لسه نازلة جديد فهتلاقوها غالية. في هنا كمان التمر، هنا التمر العلبة ده كيلو نازلة من 22، تمر سكري عربون نازلة ب15 بدلا من 22 ريال، في كمان تمر برضو هنا، في تمر صقيعي عربون اللي هو ده 400 جرام نازل ب15 ريال بدلا من 22 ريال، تمر الصقيعي اللي يكون غالي التمر الصقيعي. الكيلو ب5.5، الكيلو ب5.5 الموز في باندا، الرومان اليمني ب7.95 ريال، الرومان اليمني من الانواع الحلوة جدا طعمه جميل جدا، 7.95 ريال الكيلو، شمام محلي حلو الكيلو ب3.95 ريال، الشمام المحلي. في تفاح جلا جنوب افريقي ب6 ريال، التفاح الاخضر ب12 ريال، التفاح الاخضر 12 ريال، تفاح احمر ده اوروبي يعني اوروبي بقى مش عارف بقى طبعا المقاطعه ده ولا ايه، 6 ريال، 6 ريال، دي اسعار التفاح. وعروض في عروض الخضروات والفاكهه، في عرض على الليمون الجنوب افريقي عرض حلو جدا الكيلو ب3.95 ريال، في عرض على الافندي، الافندي اللي هو السوفندي يعني 6 ريال، الباذنجان المدور محلي 5 ريال، في الباذنجان اللي هو الابيض اللي هو للمحشي ده ب13 ريال، والاسود اللي هو المحشي برضه اللي هو الطويل ده ب13 ريال، كيلو ب3.95 ريال، 3.95 ريال، وده على فكرة البصل سعره كده كويس جدا، لأن البصل سعره غالي في كل مكان يعني. عروض الخضروات في باندا، عرض على الفلفل الأخضر المحلي، فلفل رومي الكيلو ب4.95 ريال، 4.95 ريال، طبعا دي أسعار بقى تانية، الفلفل الاصفر 13 والبرتقالي 17 والفلفل الاحمر الحراق ده 17، الفلفل الاخضر المحلي ده 7 ريال، الفلفل الاحمر 13 ريال،
عرض حلو جدا على الفلفل الرومي 5 المجمدة في بامية، بامية فاين داري 1+1 ب6.5. بامية داري فاين، يعني عروض البامية المجمدة 1+1 ب6.5 بدلا من 13 ريال. في كمان هنا بامية زيرو سادية، بامية زيرو سادية 400 جرام نازلة ب8 ريال بدلا من 11.5. في بامية زيرو سادية برضو دي 8 بدلا من 11.5. في فاصوليا خضرة مقطعة سيارة 400 جرام الاثنين ب13 بدلا من 23. بازلاء برضو سيارة 2 برضو ب13 بدلا من 23 اللي هي 400 جرام. دي عروض البامية المجمدة. طبعا عرض قوي جدا اللي هو داري الاثنين ب6.5 في البامية. الرواد المشكلة المجمدة باسم شركة باندا، وبرضو احنا قلنا باندا من المنتجات السعودية القوية جدا. 1+1 ب6 ريال بدلا من 18 ريال اللي هو 400 جرام، يعني الواحدة ب3 ريال. خضروات مشكلة باندا مجمدة 1+1 ب6 ريال بدلا من 18 ريال، عرض أكثر من نصف السعر. خضروات مشكلة باندا مجمدة. في كمان هنا خضروات مشكلة باندا 900 جرام ولا 800 جرام، 800 جرام برضو بدلا من 16 ريال نازل 6 ريال. منتجات باندا للخضروات المشكلة نازلة عروض حلوة جدا. كمان في السنبلة 2، الاثنين نازلين ب10 ريال بدلا من 19 ريال، اللي هي بازلاء وجزر بدلا من كام؟ من 19 ريال نازلة 10 ريال. وفي خضروات مشكلة السنبلة 400 جرام الاثنين نازلين ب10 ريال بدلا من 18 ريال. يعني سواء خضروات مشكلة أو بازلاء وجزر الاثنين حبة في السنبلة اللي هم 400 جرام ب10 ريال. خضروات مشكلة داري 1+1 ب6.5 بدلا من 13 ريال. خضروات مشكلة. كمان خضروات مشكلة مع ذرة برضو نفس السعر الاثنين ب6.5. في بازلاء وجزر 900 جرام داري 900 جرام الحجم الكبير نازل من 15 ل 9 ريال، 15 ل 9 ريال. في برضو داري اللي هي الفاصوليا الخضراء المقطعة 1+1 ب6.5 بدلا من 13 ريال، 6.5 بدلا من 13 ريال. في كمان سادية خضروات مشكلة مع ذرة، خضروات مشكلة مع ذرة مجمدة 900 جرام نازلة من 17.5 ل 8 ريال. خضروات مشكلة مع ذرة 8 بدلا من 17.5. شركة داري بازلاء 900 جرام نازلة ب 9 ريال بدلا من 15.5 اللي هو الحجم الكبير. ال 400 بقى دي 900، ال 900 نازلة ب 9 بدلا من 15.5 اللي هي بازلاء داري 900 جرام. في هنا فاصوليا خضراء مقطعة السنبلة الاثنين حبة نازلين من 19 ل 10 ريال. فاصوليا خضراء مقطعة بازلاء مجمدة سادية 900 جرام نازلة من 17.5 ل 8 ريال. برضو هنا بازلاء مجمدة السنبلة نازلة من 19 ل 10 ريال الاثنين اللي هي 400 جرام. خضروات مشكلة مع ذرة 900 جرام داري نازلة ب 9 ريال بدلا من 15.5. الملوخية الخضراء المجمدة داري 400 جرام نازل 2 حبة ب6.5 بدلا من 13 ريال. كل منتجات داري 400 جرام 1+1 ب6.5 بدلا من 13 ريال. والملوخية كمان الملوخية الخضراء المجمدة 1+1 ب6.5 بدلا من 13 ريال. كمان في امريكانا دي صناعة مصرية. امريكانا ملوخية خضراء نازله من 400 جرام نازله من 14 ل 7.5 الاثنين حبه ب 7.5.
المجمدة 900 جرام سادية، ذرة حلوة مجمدة 900 جرام نازلة من 20 ل 12 ريال، من 20 نازلة 12 ريال. السنبلة، السنبلة كام؟ 400 جرام نازلة 10 بدلا من 20، 400 جرام 410 بدلا من 20. وسادية 900 نازلة 12 بدلا من 20. في الأكواز الكاملة، السنبلة 840 جرام نازلة من 30 ل 22. الأكواز الكاملة، في الأكواز الكاملة داري 1 كيلو نازلة ب 9 ريال. الأكواز الكاملة بدلا من 15 ونص، 9 ريال بدلا من 15 ونص. الأكواز الكاملة السادية 900 جرام 15 بدلا من 18. الأكواز الكاملة دي كل عروض الدورة، سواء أكواز كاملة أو دورة مجمدة. الفاكهة المجمدة في اللي هو الفراولة، فراولة مونتانا الاتنين حبة نازلين بخمستاشر بدلا من 25. الاتنين حبة، الاتنين كيلو يعني، اتنين كيلو 15 ريال يعني واحدة بسبعة ونص. في مونتانا لب المانجا، لب المانجا ولب الجوافة، لب المانجا الكيلو نازل 9 بدلا من 15، لب الجوافة الاتنين كيلو نازل 15 بدلا من 29. في كمان السنبلة، لا سيارة، سيارة 900 جرام فراولة 800 جرام فراولة نازل ب 10 بدلا من 15 ونص، 10 بدلا من 15 ونص. ودي عروض الفواكه المثلجة أو المجمدة في بنك المدن. وحلو جدا على الفطير السادة، فطير مشلتت، فطير مشلتت يا جماعة، فطير سادة اللي هو الوليمة نازل عرض حلو جدا، 3 2 زائد 1 مجانا، 7 ريال بدلا من 21 ريال 75 هرلة، 7 ريال أو 6 ريال 95 هرلة بدلا من 21 ريال 75 هرلة. فطير سادة الوليمة بدون نكهات صناعية، شايفين ناس كتير واخده منه، 3 حبات، 3 حبات ب 7 ريال بدلا من 21 ريال 75 هرلة. عرض قوي جدا من العروض القوية جدا في بند هذا الاسبوع. آيس كريم السعودية أحد المنتجات السعودية القوية جدا، آيس كريم السعودية اللي هو الـ 2 لتر أو الـ 2 كيلو نازل بـ 22 بدلا من 35 وربع. الناس كتيرة جدا بتحب الآيس كريم ده، فيه الفراولة وفيه المانجا فيه الفانيليا، عرض حلو جدا. عروض البيض في بندا، في بيض طيبة، طيبة نازل من 28 ل 24 أو 23 ونص، من 28 ل 23 ونص طيبة. في صحة 23 ونص، صحة طبعا ده دايما بيكون غالي. الأسعار الحلوة هتلاقي ساعتكو 19 ريال، ساعتكو 19 ريال، والوطنية 20 ريال أو 19 ريال 95 هلل. طبعا دي أسعار وعروض البيض في بندا هذا الأسبوع. في دجاج اليوم، دجاج اليوم اللي هو الألف، الألف بعشرين ريال، الألف بعشرين ريال، والألف ومية، الألف ومية بتسعتاشر ريال، 19 ريال يعني الألف أغلى من الألف ومية. ده دجاج اليوم الحبة الكاملة. في كمان هنا من العروض، في صدور دجاج اليوم اللي هي 450 جرام نازلة بعشرين، صدور دجاج اليوم 450 جرام 19 ريال، اللي هي نوع تاني فيليه أفخاد، فيليه أفخاد اللي هي ب 19، والفيليه الصدور ب 20، ب 20. في طبعا فيليه صدور دجاج إنتاج ب 21، صدور دجاج بدون عظم التنمية 450 جرام ب 21، وفليه الفليه التنمية اللي هي 900 جرام ب 36 بدلا من 43، 36. في فليه صدور دجاج الفروج الذهبي، الفروج الذهبي، الفروج الذهبي ده نزل العرض حلو جدا، ده اقل سعر يعني، نزل ب 17 ريال اللي هو 450 جرام، 450 جرام ب 17 ريال. في برضو من العروض الموجودة، احنا طبعا هنختار لكم اهم العروض، في قطع دجاج انتاج، قطع دجاج انتاج اللي هي 900 جرام نازلة 12 بدلا من 16،
قطع دجاج انتاج. في برضو قطع دجاج اليوم، قطع دجاج مشكلة اليوم 900 جرام نازلة 18 بدلا من 20. في من العرض الحلو جدا اللي هي الحبة الكاملة وعليها اقبال كبير جدا اللي هي التنمية، 900 جرام نازلة ب 17 بدلا من 19، 17 بدلا من 19 ريال اللي هي الحبة الكاملة. في بقى هنا اطباق، هنا اجنحة، الاجنحة طبق 450 جرام اللي هي انتاج ب 6 ريال بدلا من 7.5. كمان من العروض القوية برضو الاطباق الكبدة، اطباق الكبدة 450 جرام ب 7 ريال بدلا من 9.5، والقلوب ب 7.5. الحبة الكاملة، الحبة الكاملة في ثلاثة مع بعض كده اللي هي ثلاثة اليوم، اليوم 2 في 1000، 2 في 1000 وشكلها خلصت مش موجودة، ب 39.5 بدلا من 42. في الدجاج المتبل، دجاج متبل فروج الذهبي 600 جرام ب 15 بدلا من 16.5. دجاج متبل اليوم مندي 750 جرام نازله من 19.5 ل 15 ريال. وفي شاورما الفروج الذهبي 18.5 بدلا من 19.5 ل 400 جرام. يعني دي طبعا اهم العروض. في دجاج متبل اهو التنميه 600 جرام 13.5 بدلا من 17 ريال. دي طبعا اهم العروض في الفروج او الدجاج اللي هو في بريديكس اللي هي 1 كيلو نازله من 18.5 ل 16 ريال. وبريديكس ده منتج برازيلي مجمد من 18.5 نازل 16، وال 800 نازله من 17 ل 13 ريال اللي هي 800. في اللي هو اللي هو الكرتون، كرتون اللي هي الألف في 10 150 بدلا من 185، 150 بدلا من 185 الكرتون اللي هي الألف. مجمد سادية، سادية برضو منتج برازيلي، الألف ومية نازلة من 20 ل 17 ريال، الألف ومية نازلة من 20 ل 17 منتج برازيلي مجمد. في عرض على سادية اللي هي 900 جرام نازلة من 18.5 ل 16 ريال، 900 جرام الواحدة 18.5 نازلة 16 ريال. الألف نازل عليها عرض من 185 ل 155، 185 ل 155 اللي هو الكرتون اللي هو الواحد الحبة ألف. الحبة يعني كيلو. في سادية دجاج مجمد 1100 نازلة من 190 ل 162، 162 الألف ومية، طبعا يعني احنا شايفين ان اسعار الدجاج المجمد ارتفعت جدا، يعني جت وقت نزلت وبعدين ارتفعت تاني. صدور الدجاج المجمدة، في باندا منتجات باندا القوية جدا، في صدور دجاج باندا اللي 1 كيلو نازلة ب 20 بدلا من 32، 20 بدلا من 32. بريدكس، لا سادية، سادية 2.5 كيلو، 2.5 كيلو نازلة من 70 ل 50، 2.5 كيلو سادية نازلة من 70 ل 50 ريال. في طيبة، طيبة 2 كيلو، طيبة 2 كيلو نازلة من 59 ل 38، طيبة 2 كيلو 38 بدلا من 59. مجمدة سادية 1 كيلو، 1 كيلو نازلة من 27 ل 19 ريال، 1 كيلو نازلة من نازلة من كام؟ من 27 ل 19 ريال. وطبعا سادية قلنا منتج برازيلي. في سادية برضو مكعبات دجاج، مكعبات صدور دجاج متبلة بالفلفل الأسود نازلة ال 600 جرام نازلة من 24 ل 18 ريال، 24 نازلة 18 ريال. وفي سادية في ليه صدور دجاج 1.5 كيلو نازلة من 50 ل 37 ريال.
37 بدلا من 50 ريال، اللي هي فيليه صدور دجاج مقطع 1.5 كيلو 37 بدلا من 50. دجاج رضوى منتج سعودي محلي 100%، صدور دجاج رضوى 450 جرام 2+1 مجانا بدلا من 58، بدلا من 59 نازلة 38، هي 450 جرام التلاتة 38 بدلا من 59. المنتجات الوطنية يا جماعة، الوطنية طبعا دي سعودية، المنتجات الوطنية كلها نازلة عروض حلوة. هنا هي أصابع الدجاج الوطنية 400 جرام نازلة من 17.25 ل 15 ريال، وفي كمان هنا نجد الدجاج نازلة من 14.25 ل 11، ستريبس الدجاج 400 جرام 20 بدلا من 28. دي كلها منتجات الوطنية. بوب كورن نازلة من 13.5 ل 11 ريال 450 جرام. نجد دجاج بالجبنة 11 بدلا من 13.5. فيليه صدور الدجاج اللي مقرمشة 800 جرام نازلة ب 40 بدلا من 50، يعني بديل، هي بقى بديل لمنتجات أمريكية الوطنية. طبعا دي منتجات سعودية. في فخذ عجل باكستاني مبرد بدون عظم نازل من 52 ل 40، لحم عجل باكستاني مبرد بالعظم 30 بدلا من 40. في كمان لحم جمل بدون عظم 40 بدلا من 52، لحم جمل بالعظم 28 بدلا من 48، اللي بالعظم ده 28 بدلا من 48، يعني نسبة خصم كبيرة. يعني دي طبعا يعني اهم العروض الموجودة في اللحوم. في كمان هنا في برضو هنا اطباق كده هي جاهزة للبيع على طول. في هنا فاخد خروف استرالي مبرد ب50 بدلا من 60، 50 بدلا من 60. في كمان قلوب وكلاوي وكبد جمل طازج الكيلو على 30 بدلا من 38، اللي هي دي القلوب والكلاوي والكبد اللي هي جمل الكيلو نازل ب 30 بدلا من 38. في كمان هنا الاطباق دي كفتة لحم بقري برازيلي مبرد نازل من 39 ل 32، الكفتة اللي هي دي. طبعا دي اهم العروض في اللحوم.